أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. منذ سنوات عديدة وفي ظل حكومات أجيرة منذ عام 2003 لحد الآن، هذه الحكومات الأجيرة ترعى مخططات إقليمية ودولية وسياسات دول أخرى على حساب مصالح العراق وسياساته. وفي ظل تغول الميليشيات الإيرانية وسيطرتها على كل مصادر القرار العراقي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وصحيا واجتماعيا، يجري الحديث دائما ما كان يجري الحديث من قبل الحكومات المتعاقبة في ظل العملية السياسية طوال 17 سنة عن حصر السلاح بيد الدولة أو ما يسمى نزع أسلحة الميليشيات. هذه الجمل سمعناها تكرارا، سمعها الشعب العراقي تكرارا، وسمعها لأكثر من مرة ولمئات المرات وربما آلاف المرات. وثورة تشرين عندما خرجت في الأول من تشرين الأول عام 2019 كانت واحدة من مطالبها الرئيسية هي نزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، لأن السلاح بيد العصابات والميليشيات كان أداة لقتل العراقيين، لاختصاب كل حقوقهم، لتهجيرهم، لتغيير ديموغرافي، لكل شيء الحقيقة. ولكن العراقيين لمعرفتهم بطبيعة الحكم في العراق منذ عام 2003 لحد الآن 17 سنة، ومن يتحكم فعليا في سياسات العراق على كل المستويات، يعني لذلك كانوا طوال هذه السنوات يعرفون جد يعني بشكل واضح جدا أن الحديث عن حصر السلاح هو مجرد كذبة، مجرد ذر الرماد في العيون، محاولة لتضليل الشعب العراقي، محاولة لتخدير العراقيين في الحديث عن هذه القضية. كل الحكومات أجيرة ورؤساء الحكومات هذه إيران من تعينهم، فلذلك وهذه البنادق الموجودة على الساحة العراقية بنادق إيرانية، فكيف يمكن لمسؤول أول في الدولة تابع لإيران أن يسمح بمخالفة قرار إيراني بوجود هذا السلاح ووجود هذه الفوضى؟ لأنه بهذه الفوضى وهذا السلاح وهذه الميليشيات إيران تتغول وتسيطر على العراق. لذلك كان الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نزع السلاح من الميليشيات، مجرد كذبة. ومن يدقق بالمنظومة الأمنية، عدا منظومة يعني رئيس الوزراء والمسؤولين، لكن بالمنظومة الأمنية من وزير الداخلية إلى كل أجهزة الأمنية، قادة الأجهزة الأمنية، سيجد أنه هؤلاء تابعين لأحزاب من رئيس الوزراء طوال هاي 17 سنة. لم يعين رئيس وزراء إلا تابع لأحزاب وموافقة إيرانية، أحزاب تابعة لإيران، وكل المنظومات الأمنية، كل رؤساء المنظومات الأمنية هم تابعين لأحزاب تابعة لإيران، فبالتالي هؤلاء لا يمكن أن ينفذوا قرارا حتى لو كان هذا القرار حقيقي لنزع السلاح وحصره بيد الدولة. هذه كذبة كبيرة. الميليشيات تدرك أن نزع السلاح طبعا منها يعني نهايتها تماما، وإيران تدرك هذا وعزلتها، وبعد ذلك ربما سحبهم جميعا هذه الميليشيات إلى المحاكم وإلى إلى إلى يعني عقاب كبير وشديد على ما ارتكبوه طوال هذه السنوات. لذلك هم بهذا السلاح يسيطرون على الشارع، يهددون الشارع، يبتزون الشارع، يبتزون العراقيين، ولذلك لا يمكن أن يتخلوا عن هذا السلاح مهما حصل. وهذه ملفات الفساد ورهاب الناس وممارسة القتل والتهجير والخطف، هذه كلها ملفات ستخرج عندما تسحب السلاح من أيديهم. هو السلاح الذي يعني يحتمون وراءه لبقاء هذه الملفات نائمة في الأدراج. هذه هي الحقيقة. لذلك لا يمكن أن يتخلوا عن بندقيتهم التي تحميهم من الإعدامات ربما. وليجل قطع الطريق عن هذا الحديث في الفترة الأخيرة وبعد حادثة قيام جهاز مكافحة الإرهاب بإلقاء القبض على 14 من الميليشيات وإطلاق سراحهم، هذه المسرحية التي حصلت خلال الفترة القريبة الماضية، بعد هذا ظهرت أصوات كثيرة ميليشياوية تتحدث عن قضية نزع السلاح.
وظهر من يتحدث انه قضيه نزع السلاح عليكم ان تتركوه لانه لا يمكن نزع السلاح هذا، من ضمنهم امين عام ميليشيات ما يعرف بكتائب حزب الله، اصدر بيان واضح اكد فيه رفضه الاحاديث المتواصله عن اهميه نزع السلاح، هكذا تحدث. بعدين قال انه نزع السلاح مما سماهم بالفصائل المقاومه هذا امر مستحيل ولا يمكن ان يحصل. وقال بالنص ان سلاح هذه الميليشيات اللي سماها هو المقاومه الاسلاميه هو اصل الشرع والشرعيه، ولن يسلم هذا السلاح ابدا، هكذا سماه. نفس الكلام هذا قال الميليشياوي زعيم ما يسمى بالعصائب قيس القزعلي، قال وهو يتحدث لرئيس الوزراء وينصحه كما ادعى انه يعني هذا الموضوع تغاضى عنه ولا تتحدث به مره اخرى، ونحن من جئنا بك الى هذا المنصب توافقنا هو من جاء بك هذا المنصب، فمثل ما قال يعني بين قوسين غلس بمعنى يعني تغاضى عن هذا الموضوع، مثل ما تغاضى كل رؤساء الوزارات السابقة منذ عام 2003 لحد الآن عن هذه المواضيع ومنها نزع السلاح، وإلا فإنه يعني إذا استمريت في بهذا الاتجاه، لأنه مصطفى الكاظمي يصرح دائما بأنه سيستجيب إلى طلبات المتظاهرين ونزع السلاح من الميليشيات والعصابات، وهذه كذبة كبيرة. وقال إنه هذا الموضوع إذا ما استمرت به هذا سيؤدي إلى مواجهة بالقوة يعني لإنهاء هذه الرغبة. طبعا أكرم الكعبي واحد من زعماء الميليشيات وزعيم ما يعرف بميليشيا النجباء أيضا نشر تغريدة على حسابه عن نفس الموضوع، تحدث عن نزع السلاح، قال بالنص قال على أبطال السيادة والتحرير، هكذا سماهم الميليشيات، صم آذانهم عن هذه الأصوات المطالبة بنزع السلاح، هذه أصوات نشاز وعليهم تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم بشكل أكبر من السابق لاستعداد للملحمة الكبرى. لا أعرف ماذا يقصد بالملحمة الكبرى، هل يقصد المواجهة مع أمريكا؟ وهذه كذبة كبيرة، هم يعرفون هذه كذبة كبيرة. لا أعرف الملحمة الكبرى هل هي القضاء على الشعب العراقي؟ هذا كل هذا وغيره يؤكد بما لا يقبل الشك أن قضية نزع السلاح قضية كاذبة، قضية يراد من وراءها التضليل، لا أحد يستطيع أن ينزع سلاح هذه الميليشيات، هذه الميليشيات هي المسيطرة على العراق، إن لم تنهى هذه الميليشيات بشكل كامل لا يمكن نزع سلاحها، لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع، الآن يرفضون حتى الحديث عن هذا الموضوع. يعني في فترة سابقة قريبة كان الحديث ليس عن نزع سلاح الميليشيات، ولكن عن يعني إسكات هذا السلاح قليلا او دفعه جانبا لكي عدم إبرازه في هذه الفترة، هكذا وصل الحال بهم. لكن نزع السلاح من الميليشيات هذه تحتها خطوط حمراء كثيرة، الميليشيات لا تقبل، إيران لا تقبل، الفوضى في العراق يجب أن تستمر، ويستمر مسلسل القتل والاغتيال والخطف والابتزاز وسيطرة الميليشيات على العراق. هذا هو العراق، ليس فيه حكومة غير أي سلطة غير قادرة على أن تحكم الميليشيات، والميليشيات هي من تأتي بكل هذه السلطات مثل ما تحدث الميليشياوي قيس الخزعلي. أترككم بخير، وسيكون لنا حديث آخر يعني عن هذا الموضوع ربما في حلقة لاحقة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم. We'll be right back.